كان كذلك للزملاء في مصر لقاء مع المسؤول الإعلامي وكذلك الناطق الرسمي للكاف هادي أمال، واللي يعني رجع خلال حديثه على التغطية الصحفية الضخمة اللي سجلتها وكتسجلها نسخة مصر بحضور العديد من الصحفيين ممثلين المنابر الإعلامية الدولية اللي كتنقل هذا الحدث، حيث اعتمدت الكاف ما يقارب يعني اكثر من 1500 صحفي و700 صحفي مصري دي ام ال، كيعود رفقة زميل فؤاد الحناوي للحديث عن إقامة العرس الإفريقي لأول مرة في فصل الصيف بدل الشتاء. نسمع. توافد اعلامي كبير، 1700 صحفي في هذه النسخه، انتم يعني كيفاش كتشوفوا هذا الحضور سي هادي همال؟ يعني واش الكاف وفرات الظروف ديال العمل لهذا الكم الهائل ديال الاعلاميين؟ احنا الحاجه يعني الايجابيه اللي عندنا الان هي مستوى كرة القدم الإفريقية على مستوى العالم، هذه نتيجة إيجابية يعني منذ سنتين على ذاك، يعني رقم للصحافة اللي تطلب يعني الأكريديتيشن هو يعني بكثرة 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 بكثرة. أنا نظن عندنا الآن مستوى يكفينا يعني باش نقولوا المباريات كأس إفريقيا للأمم من أحسن المباريات في العالم، هذه حاجة جديدة، هذه حاجة جديدة لازمنا نستمتعوا يعني بالإعلاء تاع المستوى تاع كرة القدم وكذلك المستوى النظام.